اهلا وسهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل، مكان لاصحاب القلوب القويه واللي تتحمل الخوف. نرجس، في اشياء مخيفه جوا، بس ابغى اعرف كيف مودك انت بالاشياء الرعب والزومبي والحاجات الدمويه هذه. صراحه انا مره ما تعجبني هذه، زين، لاني انا مره افضل الالعاب اللي فيها تحدي وخوف من المرتفعات، مو خوف من احد يخوفني كذي، ما احب. طيب بس انت تحب؟ انا في سر ابغى اعرضه للمشاهدين بعد شوي، فايش رايك؟ في حاجات كثيره بوريك اياها جوا، وفي بعض الاسرار اللي راح نكشفها، ايش رايك؟ تعال تعالي معي، تعال. اوصف لي الشخصيه اللي انت فيها. شخصيه تقريبا جد حامل، احنا عندنا الكستمز عباره عن اب وجد وعم وكذا. ايه؟ انا الجده. جده؟ ان شاء الله لسه حامل بجيب ولدكم. ما شاء الله، كم عمرها الجده؟ الجده خليها على الله العمر. في امل يعني. الله يسعدك. طيب وهذه لاحفادك؟ حفيد. هذا ولد جيران، هذا ابدا. هذا زوجك. ولدك؟ ولدك. الله يرحمه. كيف شايفين الاقبال على الشخصيات اللي انت تسووها؟ صدقوا شكلكم مرعب، لكن اكيد في ناس يحبوا اشكالكم ويستمتعوا لما يشوفوكم. والله احنا نشوف اللي يستمتع ونروح نخوفه وكذا.